السلام عليكم صحباتي، على خير؟ اموركم مزيان؟ عرفتي البنات هذا الفيديو حنا راه من سطات في معرض ديال سطات في قاعه الاهرام اللي في شارع الحسن الثاني. البنات جينا سلعه نقيه، جبنا سلعه غزاله البنات، ماشي غير انا، حتى العارضات كاملين ما شاء الله جايبين خدمه زوينه. قلب شوفوا تبارك الله القاعه كي مزهره البنات، اش من بلاكيور، اش من مونطوات، اش من حوايج، تبارك الله ما كيقادوا السلعه ديالهم. الله يسخر كل واحد، الله يسهل على كل واحد، المنطقه زوينين تبارك الله ما شاء الله. انا كاينه سلعه نقيه، انا عاد جيو لعندنا مرحبا بكم. كاين الجلبات اللي جبت لكم انا غزالين البنات، شوفوا ما شاء الله جبت الناس سطات، شوفوا التسريبات البنات ديال الخدمه، شوفوا 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 الموديلات الفن البنات. الكاميرا باش نوريكم، شوفوا هذه، شوفوا الجلابه ما شاء الله. صحباتي انا راه في الدخله ديال القاعه، شفتيها هو الباب ديال القاعه ياك، كتجيني شان انا على ايدك اليمنى، كتفوتي الدروج بعدا ملي كتدخلي كاين الدروج على ايدك اليمنى، كتفوتيهم وكتجيني شان انا هنا، والاشهار ديالي ياك والجلابه تاعي، شفتوها هو الباب ديال القاعه ما شاء الله. انتم جليبات اشنو جبنا لكم، الخدمه غزاله وبياس الفن البنات، ابره الشرقيه، انت التونسي اللون في اللون زواق. شوفوا الرباطي، شوفوا 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 ما شاء الله، شوفوا هذه، شوفوا 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 التونسية البنات، مرحبا. شوفوا مرحبا اختي، 100 درهم هذوك الشيلان. كاينه هذه اللي كتجيها في الطرزه في الجنب البنات، عرفتوها كاينه في الكرونه ياك، كاينه هذه حتى هي، هذا هو اللون ديال هاد العام البنات اللي هو دابا داير ضجه. شوفوا ما شاء الله الطرزه كي جات فيه زوينه، شوفوا هاد الكري، شوفوا الزباق المعلم باليد، حتى هو راه عندي البنات، عندي الماكينه وعندي باليد، يعني الموديلات كاملين عندي ما شاء الله. شوفوا هادي، هذا في الكشمير، شوفوا هادي تاو هاد اللوين في الكشمير كيجا غزال، شوفوا الطرزه ديالو بونتي كاروا فنه. وشوفوا الكاميرا راه ما تعطيش حق التصوير بحال مباشره، ان شاء الله ملي تجي لعندي هنا لك تقريبه، والناس اللي في برشيد نواحي ديال سطات، الناس ديال سطات راه كاينه شي حاجه غزاله ما شاء الله. شوفوا شوفوا ما شاء الله شي حاجه فنه، شوفوا هادي، شوفوا هادي، هادي راه تبارك الله ما شاء الله. الموديل اللي كنخدم فيه كيتباع، رشيمه غزاله ونقيه، فيها هاد اللون وفيها لون واحد اخر. اما شوفوا شوفوا الراندا البنات في الكشمير الرقيق، دابا اللون ما عطاش، دابا كيبان اورانجوي راه غوج بريك. شوفوا هذا شفتوها كي غزاله ياك، فينا يا حبيبه هذيك دايره 900 درهم، مطروزه باليد والكشمير دوبل فاصل بروميان. مرحبا، وا شوفوا هذه تاهي السلسله البنات ما شاء الله، شوفوا هذه، شوفوا جبت الكارو، الكارو بهذا الرشيمه، شوفوا كي جات روميه والطرزه هنا في الجنب غزاله. وما الراندا راكم عارفينها ضروري تكون عندي الراندا ما شاء الله، كاين فيها هذا اللون اللي مفتوح، كاين هذا اللون اللي مغلوق، كاين الكريب في السلسله، كاين شوفوا هذا الورده البنات، الورده الجديد، شوفوا هاد الموف كي جات زويونه في الورده ما شاء الله، كاينه خديمه نقيه. انتم الخريطه، شوفوا هاد اللوين كي جا واعر، دابا راه كنجر، واخا انا ماشي بحال ايد وحده وكتكون بياسه معلقه، انا كنوريكم غير لي موديل وانتم غتجيو ان شاء الله. كي قلت لكم جبتها في الكامخه في الزواق المعلم باليد الكامخه، شوفوا هادو راه كلهم باليد البنات وفي الكامخه، يعني اللبسه انيقه، سلان تركيا البنات، الراندا فوق منها تعصاب، يعني تبارك الله كاينين البياس. شوفوا هادي التونسي، سلان ورباطي اللون في اللون، سلان ورباطي بالالوان، دو بياس البنات بحال الجلابه اللي لابسه انا تاي بحال ديالي تاي كاينه حاضره
شوفوا هذه البنات ما شاء الله. عاد هنا عاوتاني شوفوا الكشمير رقيق دوبل فاصو. شوف شحال جبت فيها البنات، يعني كاينين فاش تختاروا، كاينين اللوينات تما. شوفوا هذا طرزة باللون اللي هو كاين هو لداخل، شوفوا الطرزة كي دايره لداخل، ولكن في القب كاين هذا التونسي، كاين هذا الموف ديغرادي ديالها لداخل. انت القب ديالها كيفاش كتكون الصدر ديالها، شوفوا هذه، شوفوا هذه فاس واحد، شوفوا هذه الرشيمه هكا كتجي غزاله، شوفوا كيفاش كتجي زوينه هذه الرشيمه متقونه وعامره البنات. شوفوا هذا الكري، درت لي طرزه هنا ودرت لي طرزه نازله هنا مع الكم ومخيطه بالبرشمان باليد. شوفوا نفس الرشمه اللي وريتكم دابا هي في هذا اللوين، شوفوا ما شاء الله كي جات عامره. شوفوا هذه بالرباطي باليد. ايوا صاحبتي بعد ما غبرات علينا شحال هذه جبنا الجديد رشيده طبيعه الحال دائما الجديد. شوفوا شوفوا الجلبات ديالها صفاره البنات، فنين كشمير ديالها زوين، عنده واحد اللوغو البنات. هذا الكشمير كيبان لك من اللبسه ديالو سبوره البنات، من التوب ديالو. هانتوما ما شاء الله، هانتو شوفي هذه هي سرعتها التويشيات، والله كيطيحوا على النقيبات النقيبات هاد الشماليه كتجيب لينا نقيبات. رشيده لاباس عليك؟ دايره ماسك مزيانه الله يبارك فيك اصحيبتي، غبرتي علينا غبره هذه رجعت. مرحبا مرجعات لينا المعارض، جيبها بشي حاجه زوينه ان شاء الله. لكن على الجديد ان شاء الله. عطيني نشوف هذاك الكارو البنات، كشمير ياك رشيده اختي هذا الشيء؟ هذا كشمير. وشوفوا شوفوا ما شاء الله البنات، دول البرد، شوفوا دول البرد سخانين سخانين و تلبسهم غير مع البوديو. البوديو تيجي غزال بالغينا سبادري. شوفوا البنات ما كيجوش طويولين بزاف، يعني سبور عمليين صراحه غزالين. الله يعطيك الصحه، شالتهم زوينه، الفينيسيو ديالهم نقيه البنات شفتي الخدمه ديالها نقيه. هذه اللي دايره هنا على جوج باش كيجي لكم ثقيل، تلبسيها كم تلبسيها طرواكار غتجي زوينه ان شاء الله. وا شوفي اللوينات ديالها اللي دايره فيهم، وما عندهاش فيهم ما عندهاش فيها بزاف، عندها كميه قليله هي حبه حبه. عرفتي البنات اللي شافت الفيديو وبغاتها غير تجي، الا كانت تقريبه غتجي اليوم. وديك الساعه قالت لك راه بامكانها دير ليها الكوموند، الناس اللي خارجين من السطات دير كوموند عندكم التليفون ديالها نخليه لكم دابا، وتواصلوا معها تصيفطوا لها العبار واللي بغيتوا تصيبها ليكم. غزال هادشي ما شاء الله، اما هاد وجلال البلاد اللي خدمات فيهم بزاف. ها هما دابا داكشي اللي بقى صافي، هادشي اللي بقى عندها صافيه البنات. اللي بغات شي حاجه مرحبا مرحبا، وثمن مناسب. شوفوا البنات ها لهم الصوت، واخا لهم الصوت ان شاء الله يا ربي اللي يجوا عندنا يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله شوفوا البنات دارت فيهم الصولد، هادو هذا في الكريب البنات دارت فيهم الصولد. اللي بغات شي حاجه مرحبا، وجبات هاد الجين البنات. شوف ديال الجين ورينا تاع الجين. هادو البنات راكم عارفينهم شتوى وصيفيين يعني العام كامل، نفس الموديل نفس الموديل ديال الجين. هادو شويه فهمتي ما باردين ما سخانين. ايوا دي ميسيزو. شوفوا البنات جاتها غزاله ما شاء الله سبور ما شاء الله. شوفوا البنات الثمن ديالها راه مناسب، وانا سمعتوا الثمن خيالي، فنه فنه صراحه. غير جاو خذوا الكم ديال هاد الفصله اللي ولات دابا اللي هي سبور وعمليه وعريضه. شوفوا الموضه البنات ما شاء الله، التلوان تا راه كاين فيهم. شوفوا البياس قليله البنات، هادشي اللي عندها راه ماشي زعما عندهاش حاجه كثيره، اللي هي قريبه وبغات تجي تاخذ غير تجي تاخذ من عندها، واللي ما لقاتش راه دير الكوموند اختي، اللي ما لقاتش في العباره دير الكوموند توصلها لها. شوفي دارت فيها هذه الغوزه زوينه خدمت فيهم الصراحه، الناس طلبوهم ياك ما شاء الله. هادو راه قالت لك بقات لها غير حبه حيت خدمتهم باش تجيبهم، ولكن تباعوا لها في المحل ديالها طلبوهم لها الناس. عرفتي علاش؟ البنتين التوب ديالو زوين، هي كتخدم في التوب ديال ليكسبور البنات، هذاك الشيء اللي كتخرج زارا وكتخرج كيخرجوا من المعامل ديال ليكسبور اللي كيمشيو لبرا، هي في الشمال كتاخذهم كتاخذهم وكتعاود تخدم فيهم هي. علاش ما كيكونش عندها دائما نفس الموديل كيتعاود؟ ديما كتخرج. شوفوا راه جيبات واخا شوفوا هذا، شوف البنات التريكوات اللوينات ديالهم غنوريهم لكم الطوال. كاين هنايا عندها هاد لي شال شفتوهم، لي شال زوينين اللي كرا البنات. شوفوا ما شاء الله، شوفوا 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 هاد الباج شحال زوين، يمشي مع الوان بزاف، انا كيعجبني الباج وهاد اللوينات كيمشيو مع اللوينات تاع جلالب.
عندها هنا الشيلان بالالوان، هما تركوات شفتوهم بالالوان ديالهم كامل. واو شوفوا البنات شوفوا شحال طوال حتى لحدا الركبه، لبستيها مع ماشي سروات سليم بحال هكا يجيك زوينه مع ليبان البنات ما شاء الله زوينه ولا بوتيو كيمشي معاه حتى داكشي اللي لابسه هنا. شوفوا البنات شوفوا القصيصران شويه كاينين وكاينين الطوال تبارك الله. هاد المنطوات ديالك ياك بحال اللي لابسه انا اييه وباين. شوف شوف هي لابسه رشيده جاها غزال غزال في واحد الكرات في الجناب شفتوهم البنات تواشى تواشى انا كنقول لها تواشى ما شاء الله ما تركوات زوين ما شاء الله. عندها فيهم الوان كاين البيج ترابي زوينين وكاين الكحل و بلون كاسي زوين اللوينات زوينه البنات فيهم اداميين. شوف شوف هاد المونطو و فني شوف هاد المونطو البنات ما شاء الله كاشمير خدمهم بهذا يعني غتلبسي مونطو غزال فوق من تحت منه شوميجال ولا تحت منه شي تريكو خفيف بحال هاد التريكوات ولا هذا يجي غزال مع السريويل جا فنه. شي المونطوات البنات غتلبسي شي مونطو عملي ما تقيلش عليك ما مغلفش ما فيش بزاف ديال الخدمه يعني بزاف ديال الاكسسوارات بزاف ثمنه خفيف حتى هو ايوا الحمد لله. شوف الثمن ديالو قالت لكم راه زوين البنات بحال هذا فيه غير هاد العيبه هنا في الجلد جات زوينه فهمتي كتلبسي بحال شكل ديال الكاب فوق من قميجه فوق التريكو خفيف عليك تلبسي عام وا تبارك الله عليك رشيده دائما الجديد دائما شي حاجه مميزه شي حاجه لابسه انت بوحدك لين هادشي ما كتشريش ياك طبيعه الحال قالت لك غابات غابات طويله تجي عليكم بالجديد. وعرفتي بنات الحاجه اللي كتعجبني في رشيده يعني كدير الموديل ديالها بحال الشكل تاعي كدير نقرب الكارت فيزيت عطيني عطيني كارت فيزيت عرفتي البنات كي قلت لكم راها كدير الموديل غتلبسيه انت بوحدك مونطو لابساه بوحدك جلابه لابساه بوحدك شي حاجه هذه الديزاين ديالها كتخدمهم هي كتفصلهم بايديها وكتخدمهم. اللي بغى الكومونت هو كتصايبو انت التليفون ديالها الانستغرام ديالها البنات العنوان كلشي عندكم هنايا تواصلوا معاها وراه كدير التوصيل داخل المغرب وخارج المغرب البنات شفتوها وكلشي كيبان لكم. هاد التليفون كنقربو لكم باش تسكرينو وتهزوها البنات ومرحبا بالجميع والله يسخر لكم والله يجيب الرزق يا ربي يا ربي امين. كاين حدانا خديجه اللي معروفه على البيجامه معروفه 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 في البيجامه هيا في الباب قولي خديجه البيجامه يوريوها لك نيشان. شوفوا السلعه تبارك الله شوفوا على الانواع ولي طاي كاملين كاملين كاينه البنات عندها تبارك الله ما شاء الله. اري نشوف لك هذا هذا البنات كيجي زوين بحال شكل تاع الجبادور فنه بالسروال ديالها روميه فهمتي تلبسه حتى الفصاله ديالها بانت ليا البنات عندها فصال روميه هانتي تلبسي بحال لابسه داكشي رومي ماشي بيجامه فصالتها بيجامه اللي كتعرفوها غير لابسه وصافي. هذه الفصاله ديالها غزاله والفينيسيو ديالها زوين الموديل ديالها زوين فيها بزاف الالوان حامض. انتم البنات كاين الكحل كاين البيج كاين هذا القصيبي خرشفي كاين الكري كاين المرتديلا كاين باش ترابي وكاين بلوجين صابلي وكاين بلوجين البنات كاين المارو كاين المارو شفتوا الزوينه كاين هذا الموديل حتى هو حنان حتى هو زوين حتى هو نفسه اختلاف هذا خلاو سامبل لون في اللون ما داروش فيه الشبيكه وخلاو الكول ديالو سامبل خيط هذا شوف خيط هذا خيط وا عرفتي قلت لكم انا عندها انا كتجيب سلعه زوينه حتى كي قلت لكم السبور يعني تلبسيها بحال لابسه رومي اللبسه ديال مونطو وا شوفوا هذه زوينه حتى هي التوتات وا حب الملوك شوفوا هذه شوفوا هذه الكيطمه زوينه البنات ثوبها واعر عرفتي تقيسوها البنات غزاله غزاله اللوينات ديالها فيها الموف فيها الكري وكاين لي طاي عندها عندها لي طاي اللي كتبدا من ال حتى الكوطاي عندها كاع لي طاي حتى الكوطاي البنات بالنسبه اللي كيلبس طايه كبيره ولا كيلبس طايه صغيره حتى هذا رومي عاود شوفوا البنات راه موديل نسيكم في موديل واللمسه ديال الثوب راه واعره 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 والله ما نكذب عليكم البنات الثوب ديالها واعر الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه خديجه اختي عرفتي راه ماشي ساهل انك تجيبي هاد لي موديل كاملين وماشي ساهل انك تقضي السوق وتمشي تعزلي لي موديل وتعزلي احسن ما كاين في السوق راه صعيب انك خاصك تدوري السوق كامل وتمشي ليه اليوم وتعاودي ليه غدا وتمشي بعد غدا باش يلا طيحي في الموديلات وتنقبي النقيبات الزينه تجيبيهم. شوفوا هذا
كاين جبادور هذا اللي مسير جبادور اي شوف غون طاي وهذه نازله شويه هذه نازله شويه يعني شويه فوق من الركبه غير شوي بالنسبه اللي كتلبس اللبس ديالها محترم مع قدام ناسها قدام العائله كتخلي شي حاجه اللي عندك مستوره في الدار كتبغي تلبسيها اييه زوينين هادوك هاد اللوين يجي شي مع روسه ان شاء الله ولا شي نافسه نفسه صدف صدف اييه شفت انا بانت ليا النافسه الله يكمل على كل وحده يا رب الله يسهل على كل وحده وكاين هذا الموديل حتى هو حنان ايوا ها انت صاحبتي الجبادورات شوفوا ما شاء الله شوف كاشمير كاشمير شوفوا البنات هذا المره عرفتوا خرجوا فيه جلالب خرجوا فيه خرجوا فيه المنطوات خرجوا فيه الكيطمات وها هي خديجه جابت لنا فيه البيجامه يلا انا قلت لكم ماشي سهل لانك تنقبي كل موديل تجيبي منه شويه تبارك الله شحال من موديل صايب وريتكم وتبارك الله عندنا ما كتجيبش غير موديل واحد خاصها تجيب لك الموديلات فاش تختاري والموديل اللي جبتو هاد المره ما كتعاودش تجيبو في هذه اللي كيعجبني فيها ما كتبقاش حاطه على نفس الموديل تخدم به لا كل معرض وعندو الموديلات جداد دياولها دائما كتضرب تم شوف 4XL البنات هذه يعني في الصدر ديالها 38 في الصدر طايه كبيره وعندها اللي طاي صغار ماشي زعما تقولوا كاين غير اللي طاي كبار كاين اللي طاي صغار وكاين اللي طاي كبار يعني تبارك الله جابت لكم اللي طاي كبار الامهات والحاج جات مرحبا بكم انتم صحابه الطاس تقولوا ما تهليناش فيكم جبنا لكم شي حاجه اللي ناقصه راه جبنا تي تهبطي بيدك الكازا وتقلبي على هذه الخدمه وتقلبي لها تشوف ما تلقاهاش اللي حنا صحابه كازا كيعرفوا فين يقلبوا ويقلبوا على الخدمه الزوينه يجيبوها فخبرك انا ملي كنطلع نتقدى شي حاجه لهادشي للدار ولا هذا والله ما كنعرف نتقدى كندور الحوانت وما عرفش نتقدى كنجي حتى لعندها يوم نتقدى كنقول تتلقى معاها في المعرض نتقدى ليا والواليده الله يخلي لي عنده شي ام الله يخليها لي واللي عنده شي حمات الله يخليها لي حتى حماتنا ما نساوهمش حتى هما نتهلاو فيهم هاد البنات اييه هذا كتسميه ديالي هاد المسخوطه ولكن راه فن البنات خديتها بحالها في التيركوا كي قلت لكم طويوله كيجي عندك شي حاد ودافيه وصايه وشوفوا البنات وراها صدقات لي هذه والله والله ما نكذب لكم البنات صدقات لي خديتها عندها في التيركوا بحال هكا بيضو فيها الطريزه في التيركوا صدقات لي كيجي عندك شي حاد كتمشي عند ناسك كتجي بلاصه ملي كتكون تبغي تلبسي فيها اللبس محترم كتجيني زوينه ورطيطبه عليا بصراحه زوينه هذا الموديل خدت من عندها جوج الثانية ما كايناش تكون سالا الموديل ديالها المهم هذا لقاتهم راه جاتهم لا تبارك الله عليك خديجه اختي الله يسهل عليكم انتم البنات في الدخله ديال الباب كاينه البلاصه ديالها هما الناس كيشوفوا فيها شفتوها ياك كاينه السيده رشيده ها هي خديجه اون فاس حداها الله يسخر عطيني التليفون ديالها شوفوا البنات راه قالت لكم كدير حتى هي التوصيل اللي بغى شي حاجه يتواصل معاها ها هي ويقدر يسكريني الموديل اللي عجبها من عندي من هنايا ويدوز معاها عندها الواتساب ويعطيها اللي طاي يعطيها اللي موديل وغتفهم معاه ان شاء الله في الثمن وما يكون على الخير مرحبا والناس اللي كياخذ جوج ثلاثه راه كتبغاد معاهم في الثمن مرحبا بكم البنات غدا الفيديو طوال بركه عاوتاني حتى الغدا عاوتاني وندير لكم فيديو واحد اخر ان شاء الله باذن الله يلا السلام عليكم فيديو واحد اخر ان شاء الله مرحبا الله يسهل عليك خديجه اختي الله يجيب الرزق والتيسير